عنا اليوم وصفتين اتنيناتهم أطيب من بعضهم. بداية رح نحط البصل بالمي المغلية ورح نعمل العجين السحري بطريقة رائعة. عندي بصل أخضر فليفلي جزر، وعندي كمان الرجلة أو الفرفحين، كلياتهم قطعتهم مثل ما شايفين، بس الجزر أنا برشته. رح أعطيهم تقليبة كلياتهم على السريع مع بعض مثل ما شايفين، ومباشرة رح نزل فيهم 3 أكواب من الطحين أو الدقيق الأبيض. وبنفس الكوب أنا عيرت تقريبا 1.5 كوب من الماء، بس قبل بدي حط ملعقة سكر ونصف ملعقة من الملح، وأكيد فيكن تزودوا كمية الملح، ورح حط ملعقة من الخميرة وملعقتين من زيت الزيتون. رح نعطيهم تقليبة كلياتهم بقلب بعض أحبائي. رح نزل المي تدريجيا، أول شي بنزل مثل ما شايفين أول كوب وبخلطهم. يمكن احتاج نزل 1/4 كوب بعد من المي حسب نوعية الطحين، بننزل شوي صغيرة، ويمكن طبعا نحن بحاجة لنص الكوب كله. حطيتهم كلياتهم مثل ما شايفين وبشرت بخلطهم كتير منيح. عجينة غير شكل مثل ما شايفين أحبائي. هلا رح انقلها لطبق نظيف وبدي اتركها لحتى تخمر تقريبا، بدها شي ساعة لساعة ونص حسب حرارة الطقس، يمكن بنص ساعة تخمر يعني حسب طبعا الطقس عنا. حطيتهم بطبق ورح هلا اغطيهم ورح اتركها لحتى تخمر ويتضاعف حجمها. هون بعد ما غطيناها أحبائي مثل ما شايفين، وهيدي عندي العجينة السحرية غير شكل، عن جد غير شكل. حطيت على جنب زيت زيتون، مديت العجينة بهيدا الشكل. شفتوا العجينة عندي بتحسوها منا كتير شدة على بعضها ومنا كتير رخوة، عجينة سلسي غير شكل. بدي حط عليها هلأ جبنة الموزاريلا، وحطيت كمان الحبة السوداء مثل ما شايفين، وبدي باشر هلأ بعملان العجينة بهيدا الشكل، لفة كلياتها مثل ما شايفين. بصير بعملهم بهيدا الشكل، وبرجع طبعا بحطها بطبق بايركس. بكون انا مثل ما قلت لكم بهيدا الوقت حميت الفرن على درجة حرارة 180 قبل بربع ساعة، ورح دخلها على الفرن بس من تحت، ما بشعل الفرن من فوق ابدا. حطيت عليها رجعت كمان الحبة السوداء ونزلت عليها جبنة الموزاريلا ومديتها، وهيدي عندي عجينتي ما شاء الله غير شكل، نفخت ريحتها بتشق القلب. شوفوا الجمال، عن جد شي غير شكل. جربوا الطريقة لأنها فعلا رائعة. إذا أحبائي بعدكم مستمرين معي خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو، وما تنسوا الاشتراك بيك بس كلمة اشتراك أسفل الفيديو، كمان شيروا الفيديو أو اعملوا له مشاركة على كل صفحاتكم ليوصل لأكبر عدد من الناس. الفكرة اللي بعدها أحبائي أو الوصفة اللي بعدها، البصل مثل ما شايفين بدي باشر بتقشيره، أنا قشرته وجهزته وبدي أقطعه بهيدا الشكل. على جنب أنا مجهزة الماي المغلية لأنه هيدا البصل كله بده ينزل بالماي المغلية مثل ما شايفين، كله بنعطيه بنقسمه على النص بهيدا الشكل. وهيدي الماي عندي صارت جاهزة، ونزلت عندي البصل. بدي اتركهم تقريبا شي 3 دقايق لحتى او 4 دقايق لحتى يفرفت عندي، او يمكن ياخذوا وقت اكثر. بس لاحظ انه البصل فتح عندي بهيدا الشكل مثل ما شايفين، ساعتها بيكون عندي البصل جاهز. المهم يكون عندي طري، ساعتها بقدر اني اشتغل فيه. عندي بصل ناعمه فرمته مثل ما شايفين، فرمت البصل، حطيت عليهم البقدونس، رجعت نزلت فوق مباشره الرز المصري اللي انا غسلته او صولته، ولحمه ناعمه، نزلت بابريكا، نزلت حار، رح نزل فلفل اسود بالنسبه للحار اختياري، واكيد الملح. وبالنهاية بدي ارجع نزل زيت الزيتون، وبنخلطهم كلياتهم بقلب بعض، وهيدي على الخلطه مثل ما شايفين احبائي صارت جاهزه. هون عندي البصل بشرت بتفتيح البصلات بهيدا الشكل بكل سهولة أحبائي، بيتفتحوا معي. اليوم بدنا نحشي البصل بطريقة مميزة جدا، والطعم فعلا أحبائي أكتر
من رائع. جربوا الطريقة لأنه فعلا غير شكل. هذه الطريقة بيعتمدوها بالدولمة العراقية، بيحطوها مع المحاشي، بس اليوم أنا حبيت أعملها بغير فكرة، رح أعملهم كلياتهم. وأكيد إذا عائلتكم كتير كبيرة فيكم تكتروا كمية البصل. أنا حبيت أني أعمل طبق صغير بطريقة كتير حلوة وشكل ونكهة وطعم غير شكل. هالبصلات عندي صاروا جاهزين، رح باشر هلأ أحبائي بلف البصل. جبت البصلة منصير منلفها بهيدي الطريقة، منصير منبرمها على الآخر بمنتهى السهولة. بالنسبة للوصفة الأولى الحبة السوداء، نحن عنا من إلا الحبة البركة، في ناس طبعا بيقولوا لها الحبة السوداء. كمان مثل ما شايفين بشرت بوضعهم بقلب الطنجرة مثل أحبائي ما شايفين. وكمان ما منحط كتير رز بقلب الحشو بقلب البصل مثل ما شايفين، هيدي الكمية اللي أنا عملتها يعني طريقة سهلة مثل ما شايفين. وأهم شيء إنه نعمل طبق كتير طيب لعائلتنا ويكون شوي هيك غير شكل ولذيذ جدا. هون كنت عاملي على جنب، شوفوا الجمال، عن جد شكلهم غير شكل وكتير حلو. حطينا صحن مثل ما شايفين ونزلت شوي صغيرة من المرقة مباشرة عليهم. بالنسبة للمرقة عندي هون فينا نعمل البندورة أو الطماطم الفريش ونزيد لهم مي ونحط بقلبهم الملح، فينا نحط النعنع إذا بدنا. وهون النتيجة النهائية ما شاء الله ريحتهم غير شكل أحبائي، فعلا رائعين. طلعوا جربوا الطريقة ليكوا اللون، شو بدي خبركن عن الريحة، فعلا غير شكل. وهيدا عندي طبقنا صار جاهز أحبائي للتقديم. أكيد هلأ بدي فرجيكم من الداخل كيف شكله. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم، عجبتكم الفكرتين. قولوا لي أي الوصفة عجبتكم أكتر، الوصفة الأولى أو الوصفة الثانية، وقولوا لي شو رأيكم فيهم أحبائي. وبرجع بذكركم بسرعة عملوا شير ليصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا أو يعرفوا عن هيدي الوصفات اللي أنا اليوم قدمتها. وهيدا عندي هون عم زبطهم، هيكو شكلهم شو حلو، شكلهم مغري يعني. واحد صحن لحاله بيقلكن بتقلكن الحبة تعخذوا حبة مني ودقوني قد ما عن جد غير شكل. شوفوا الجمال، فعلا طبق رائع. زينتوا بالبقدونس، كسرت اللون مع اللون الحلو اللي شايفينه، فعلا شيء أكتر من رائع أحبائي. مثل ما شفتوا وصفتين قدمت لكم إياها هون، كل وصفة أحلى من التاني. أنا صراحة الوصفة الأولى كتير عجبتني وكتير حبيتها، والعائلة كلها تشكرتني عليها لأنه فعلا كانت وصفة غير شكل. وهيدا عندي البصل مثل ما شايفين، وبدي فرجيكم كمان من الداخل كيف شكلهم. أنا هلأ أحبائي بدي ودعكم، بوسات كتير كبيرة لألكم، رح أشتاق لكم للفيديو القادم. إلى اللقاء.